مساء الخير أعزائنا المشاهدين في كل مكان داخل مصر وخارجها، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم دليل على قناة 25. حقيقة مصر داخلة مرحلة جديدة ومهمة في تاريخها، وكل الجدل حوالين المرحلة دي وهي انتخاب رئيس جديد لمصر. طبعا كلنا عارفين أن القرار صدر بتبكير موعد الانتخابات الرئاسية من نص إبريل ل 10 مارس. يا ترى تبكير الانتخابات الرئاسية ده هيهدي البلد اللي في حالة غليان، الدستور أولا ولا الرئيس أولا؟ وزي ما احنا عارفين فتح باب الترشيح بدأ يخلي المرشحين بسرعة يبدأوا الترتيبات والتربيطات الانتخابية، وشفنا بعض المرشحين بيعرضوا نفسهم على أحزاب سياسية عشان يترشحوا تحت مظلتها، والبعض بدأ يدور على توقيعات 30 عضو من البرلمان ده إذا كان مستقل، والبعض الآخر بدأ يجمع توكيلات 30 ألف مواطن على الأقل من 15 محافظة من المحافظات المصرية. طيب النهاردة احنا جايين نتكلم مع ثلاث مرشحين عشان نشوف برامجهم الانتخابية اللي هنعرضها، ومعانا ضيوف من مختلف الحركات السياسية أحب أرحب بيهم. معانا حزب التكافل، ومعانا حزب الجبهة الديمقراطية، ومعانا حركة 6 إبريل، وكمان معانا حركة شباب الفجر الجديد والأزهر الشريف. أهلا وسهلا بيكم. كمان جمهورنا اللي بيشوفنا خارج الاستوديو من حقه أنه يشارك معانا في برامج ثلاث مرشحين في حلقة النهاردة، وهم الأستاذ حمدين صباحي والدكتور أسامة شلتوت والدكتور عبد المنعم الفتوح. وإحنا هنناقش قضيتين النهاردة في برامج الثلاث مرشحين، هما قضية الصحة وقضية العلاقات المصرية الأمريكية اللي بتمر دلوقتي حبتين بشوية مشاكل، يا ترى هتوصل لحد فين؟ الله أعلم. طيب دلوقتي هنشوف التعريف بالثلاث مرشحين في حلقة النهاردة، خليكم معنا. الدكتور محمد خطاكي مواليد عام 1943، تخرج من كلية الطب عام 1964 وحصل على دكتوراه في الجراحة العامة عام 1968، يعمل كأستاذ الجراحة بمعهد الأورام. الفريق حسام خير الله من مواليد عام 1945، تخرج من الكلية الحربية عام 1964 والتحق بسلاح المظلات، انتقل إلى العمل في جهاز المخابرات إلى أن تقلد منصب رئيس جهاز المعلومات والتقديرات حتى عام 2005. الدكتور محمد فوزي من مواليد عام 1945، تخرج من كلية الشرطة عام 1964 وحصل على دكتوراه في القانون عام 1994 ليمتهن من بعدها بالمحاماة. طبعا احنا عرضنا الثلاث مرشحين اللي عرضناهم في الاربع حلقات اللي فاتت، وهما الدكتور مدحت خفاجة والدكتور محمد فوزي عيسى والمرشح الثالث الفريق حسام خير الله، اللي سردنا معاهم مختلف القضايا في البرامج الانتخابية، وشفنا في النهاية المرشح اللي حصل على المركز الأول بين ثلاث مرشحين هو الدكتور محمد فوزي. وبعد كده بنستكمل مع الثلاث مرشحين اللي في حلقة النهاردة، وهم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح والدكتور أسامة شلتوت والمرشح التالت اللي هو الأستاذ حمدين صباحي. الاثنين بينتموا لأحزاب سياسية، الدكتور أسامة شلتوت رئيس حزب التكافل، الأستاذ حمدين صباحي هو طبعا مؤسس حزب الكرامة، بينما الدكتور عبد المنعم فتوح هو مستقل. تعالوا بينا نشوف التعريف بالثلاث مرشحين، خليكم معنا. الأستاذ حمدين صباحي من مواليد عام 1954، تخرج في كلية الإعلام جامعة القاهرة، وكان نائبا بمجلس الشعب لعشر سنوات في دورتي 2000 و2005. الدكتور أسامة شلتوت يشغل حاليا منصب رئيس حزب التكافل، وهو أستاذ دكتور بكلية التجارة جامعة القاهرة فرع بني سويف، كما إنه حاصل على دكتوراه في فلسفة المحاسبة، وكان رئيس عمليات قوات صواريخ الاستراتيجية في حرب أكتوبر 1973. الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح من مواليد عام 1951، تخرج في كلية طب القصر العيني، انضم لحركة الإخوان المسلمين وشغل منصب عضو مكتب الإرشاد بالجماعة منذ عام 1987 حتى 2009. ده
زي ما شفنا التعريف بثلاث مرشحين في حلقة النهاردة من برنامجكم دليل، اللي بينتموا طبعا في تيار طبعا بيعبر عن تيار اجتماعي اللي هو الدكتور أسامة شلتوت حزب التكافل، وإن كان له بعض الميول الإسلامية طبعا، وعندنا تيار غير التيار الاجتماعي اللي هو التيار الإسلامي الدكتور عبد المنعم مفتوح، وفي التيار الناصري القومي الممثل في الأستاذ حمدين صباحي. يعني ثلاث تيارات مختلفة لمرشحي الرئاسة. حزب الكرامة طبعا لنواب في البرلمان، حزب التكافل لم يوفق في الشعب لكن نتمنى أن يوفق في الشورى إن شاء الله يكون لي نواب في البرلمان. الدكتور عبد المنعم مفتوح نازل مستقل بعد أن قدم استقالته من جماعة الإخوان المسلمين. بعد ما قدمنا الثلاث مرشحين في حلقة النهاردة من برنامجكم دليل، هنتكلم عن القضية الأولى في حلقة النهاردة، هي قضية الصحة. المعروف أن ثورة 25 يناير الناس خرجت بمجموعة من المطالب كان أهمها المطالبة بالرعاية الصحية، وزي ما الرئيس الأمريكي باراك أوباما نجح في الأربع سنين على فكرة واحدة في برنامجه، وهي منظومة الرعاية الصحية الشاملة للمواطن هناك، كمان الناس بتطالب برعاية صحية شاملة. تعالوا بينا نشوف التقرير اللي بيتكلم عن أوضاع الصحة في مصر، خليكم معنا. الأوضاع في مستشفى الزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة تعكس حال منظومة الصحة في مصر، فالكل غاضب وغير راضي عن الأحوال. المشكلة الأكبر هي المشكلة المادية، وهو ما تشترك فيه مستشفى الزاوية الحمراء مع أغلب المستشفيات الحكومية، فإجمالي ما تنفقه الحكومة على قطاع الصحة يقل عن 5%. هذه النسبة المتواضعة يصاحبها تراجع كبير في رواتب جميع العاملين في قطاع الصحة الحكومي، فالأطباء يشكون من تدني رواتبهم بصورة لا تسمح لهم بحياة كريمة، وهو ما دفعهم إلى الإضراب عن العمل أكثر من مرة. مفردات مرتبي بعد 21 سنة خدمة في الحكومة 621 جنيه. أوضاع العاملين في مجال التمريض لم تكن أفضل حالا. كل البنات اللي بيجوا أو كل البنات اللي بيتخرجوا على أساس المرتبات، فلما بيجوا يشوفوا المرتبات ضعيفة بيفضلوا إن هم يعملوا انقطاع أو غياب ويروحوا يشتغلوا في مستشفيات خاصة. المرضى في مستشفى الزاوية الحمراء لديهم الكثير ليشكون منه، بداية من تدهور الرعاية الصحية مع زيادة تكلفة وارتفاع أسعار الدواء. المشكلة اللي أنا بقالي أربع سنين دلوقتي شايل الرحم مبايض وكل حاجة، الرحم من شايل، فالدكتور قايل لي على العلاج مش عليه مدى الحياة. العلاج ده بجيبه كل شهر 350 جنيه، وبعمل كل ست شهور يعني بعمل تحاليل تكلف أكتر من 1000 جنيه، فأنا مش مالكة اللي أنا أجيب العلاج ده. قائمة الأمراض التي يعاني منها رواد المستشفى كبيرة للغاية، وهو ما يرجع إلى أن مصر تحتل مكانة متقدمة في عدد المصابين بالعديد من الأمراض، ف40,000 مصري يصابون بالفشل الكلوي سنويا، بينما ينضم 100,000 إلى قائمة المصابين بالسرطان. زي ما شفنا طبعا تقرير اللي بيتكلم عن تدهور أوضاع الصحية في مصر، سواء من المستشفيات المهملة أو من أجور المتدنية للأطباء المصريين اللي شاركوا في إضرابات معينة للمطالبة برفع أجورهم. لو شفت طبيب شاب بياخد 200 جنيه هيكفوه منين إذا كان سكن هو مغترب منقول لمكان بعيد، أو هيكفوه منين حتى إنه يعيش؟ طيب وبعدين إذا كان هيخدم الناس إزاي وهيعالجهم إزاي وهو ب 200 جنيه؟ يعني مؤمن بالله عليكم، إذا كنا بندي للناس اللي في مهن تانية أجور أعلى وهي لا تستحقها أجور رفاهية، أهم مهنة اللي هي مهنة الأطباء أو التمريض أقل طبعا أو متدني الأجور عندها. طب جمهورنا اللي معانا النهاردة ضيوفنا من الحركات السياسية، شفتوا كلكم تقرير الرعاية الصحية في مصر. اللي أبدأ بالمهندس عصام عبراز، حضرتك راجل قيادي وأمين عام حزب سياسي وراجل يعني في الحياة السياسية من فترة كبيرة جدا، شوف سيادتك تدهور الأوضاع السياسية في مصر، إيه رأيك في الأسلوب الأمثل لمعالجة تدهور البنية الصحية في مصر؟ فضل بسم الله الرحمن الرحيم. هي الحالة الصحية في مصر حالة متردية إلى أقصى حد، والتقرير اللي عرضته عشاتك دلوقتي بيبين قد إيه وصل العلاج في مصر بالنسبة للمواطن المصري. المعاناة
تصل إلى درجة يعني لا يمكن القبول بها. يعني مش من المرضى والمواطنين فقط، وإنما ما القائمين بالعلاج يعانوا. ده المشكلة. الحل بقى في رأيك يا باشمهندس عصام؟ الحل احنا بنرى ان تتكفل الدولة بهاجة بمنظومة العلاج تكفل كامل، واحنا في حزب التكافل بينادي البرنامج بان يكون الرعاية الصحية في اقصى حد. هجيب منين ميزانية؟ يعني الميزانية اعتقد ممكن تدبيرها، احنا لنا مصارف بنعتقد ان من خلال بعض الموارد وليكن من تحقيق الضريبة على الثروة، احنا لنا تقرير في هذا ودراسة في هذا الموضوع، ممكن يعني يبقى فيه تغطية من هذا المجال. إن شاء الله نناقشها بتوسع مع الضيوف اللي بيشرفونا من الحركات السياسية المختلفة. دلوقتي تعالوا بينا نشوف رد المرشح الأول في حلقة النهاردة الأستاذ حمدين صباحي، هيعمل إيه في قضية تدهور الأوضاع الصحية في مصر. خليكم معنا. إحنا عندنا طموح لأن كل مصري ياخد حقه في العلاج، وده يستلزم رؤية جديدة لطريقة تقديم العلاج للمصريين. فاعتقادي أنه لابد من دخول كل المصريين تحت مظلة التأمين الصحي، يدوم الشرائح المحرومة منه الآن زي الفلاحين والصيادين وعمال اليومية واللي مش موجودين على عمل منتظم. هذا التأمين لابد أن تكون فلسفته تكافلية، أن يدفع كل مصري على قدر دخله، وأن يتلقى كل مصري نفس الدرجة من العلاج، وأن توضع تحت قيادة موحدة في إطار فلسفة تقديم الرعاية الصحية كل المنشآت الصحية التي تقدم خدمة العلاج بكل ما فيها من أسرة، بغض النظر هي مملوكة للجامعة ولا وزارة الصحة ولا القوات المسلحة ولا بعض الجمعيات. نريد أن ندير التأمين الصحي على نحو نثق بأنه بيقدم خدمة صحية جيدة قادرة على أن تصل للمصريين بغض النظر عن دخولهم، مادام بيشملهم هذا الغطاء اللي هيشمل كل المصريين بدون استثناء. محتاجين استحداث مرة تانية أو استعادة مفهوم طبيب الأسرة، أن يكون في طبيب ممارس عام راقي التعليم والكفاءة مسؤول عن عدد محدد من المصريين ما يزيدش عن 1000، هو اللي بيتابع حالتهم، عنده فايل أو ملف لكل واحد من 1000 اللي هو بيتابعهم من ساعة ولادته، عارف تاريخه الطبي، هو الذي يبدأ بتوقيع الكشف الطبي الأول عليه، ثم يوجهه بحسب الاحتياج لمستشفى عام ولا مستشفى مركزي ولا مستشفى متخصص. إدارة العملية الطبية في مصر بدءا من طبيب الأسرة وتغطية التأمين الصحي لكل المصريين وضمان نوعية من العلاج اللي توفر فيه شروط الجودة ده تصل للمصريين، ما ينبغي أن نتقدم إليه الآن. زي ما شفنا برنامج المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية الأستاذ حمدين صباحي اللي طبعا بيعبر عن التيار الناصري أو القومي، بيعرض برنامج معين لحل الأزمات الصحية في مصر، وإحنا برنامجنا دليل اللي دلوقتي بتشوفوه مباشر على الهواء على موقع قناة 25، والجمهور اللي بيتابعنا دلوقتي عبر الفيسبوك وتويتر وSMS من حقه يشارك معنا، لأن كمان وصلتنا عدد كبير من SMS أعرضها عليكم. ميدو بيقول اسألوا الرئيس اللي جاي هيعالج الشعب المريض بقاله 30 سنة ازاي؟ وسام بيقول فين الرئيس من صحة الشعب لحد الوقت؟